مساء الخير دكتور، كيفك؟ إجانا سؤال على الصفحة. في حدا عم يسأل أنه بسنة 2018 عمل حادث سيارة وصار معه 4 كسور وصار معه خلع مفصل بالكاحل الأيسر وركب سيخ، وبال 2021 فكون، بس للأسف البرغي اللي كان موجود بين المفصلين صار عنده مشكلة بالمفصل أو عمله سبب مشكلة بمفصل كاحل وانضرب مفصله وصار بده عملية تثبيت. يا ترى في أي إجراء تاني ممكن نعمله؟ طبعا المشكلة الأساسية حسب حكي المريض هو أنه إصابته كان شديدة كتير، عنده أغلب زمان كسر كعب أنسي وكعب وحشي واحتمال كسر كعب خلفي وخلع بالمفصل المنقادم. هلأ إحنا أهم شيء لازم نحدد إذا المريض صغير بالعمر ولا كبير بالعمر وعنده مشاكل صحية مثل سكري أو أي مشاكل تروية على التروية تبع المنقادم. هلأ إحنا في حالات طبعا قبل الإساق، هو إساق المنقادم هي الحل الأخير، الحل الأخير طبعا في نلجأ إحنا إذا عنا أزية من سطح المفصلي، هو حكى إنه في برغي كأنه مأزي سطح المفصلي، فنحن في طريقة بسيطة وبروفيشنال في نعمل تنظيل لعنق القدم ونشوف إذا كان في ديفكت وضياع المادي بالسطح الغضروفي قليل، في طريقة اسمها موزايك، نأخذ تطعم غضروفية بنزرعهم بالتنظير بالمنطقة الحامل الوزن، فهي من بيرجع الحركة كاملة. يعني هي ما تعتبر جراحة؟ هي جراحة تنظيرية، جراحة تنظيرية تحتاج خبرة طبيب عنده جراحة تنظيرية. هلأ في طريقة تانية إذا كان نحن عنا عمره صغير طبعاً وضياع المادي كبير، في طريقة نبدل نعمل تبديل في مفاصل مثل مفصل الركبة، مفصل الفخذ، في نعمل مفصل لعنق القدم وعمره تقريباً بحدود 12 سنة. طبعاً إذا كان المريض أكتيف وكبير بعمر فينا نضطر نعمل إساق، إساق هو ثبتنا حركة عنق القدم. هلأ في حالات أوقات مثلاً إذا المريض عنده سكري ونقص تروية الإساق هو بيزيب، يعني ما فينا نعمل عمل جراحي، فبنلجأ للحذاء الطبي يعني علاج تلطيفي. طيب دكتور، شو الإجراءات اللي بعد العملية وقديش مدة الشفاء للشخص اللي بيعمل هالإجراء؟ إذا كان عندنا ضياع مادي صغير وعملنا تنظير هلا بدنا تقريبا شهر ونص حتى بيرجع اموره طبيعيه، حتى الجرافت الطعم اللي اخذناه الطعم طريقه اسمها موزايك طريقه المانيه حتى الجرافت يعيش، فبدنا شهر ونص ما نحمل وزن. طبعا بدنا بعد دغري علاج فيزيائي. التنظير هو 3 ثقوب صغار بالمنظار بنفوت على العنق، بنفوت على العنق القدم ومنعبي الفراغ اللي فيه متأذي السطح المفصلي منعبيه بالطعوم الغضروفية دولة. طيب دكتور، هلأ أكيد زيادة الوزن كمان ممكن تأثر على هالإجراء، فلازم الشخص لما بيعمل هالإجراء أنه ينزل وزنه؟ هلأ هالإجراء طبعا الوزن بيلعب دور كبير، لأنه إذا كان وزنه مثلا فوق 100 المفصل ما بتحمل فوق 100 المفصل عن قدم. هلأ كتير ضروري كمان نحن نفحص العصبي الوعائي، ضروري كتير إذا كان عندنا تروية مو جيدة طبعا إنزال الجراحة مو جيد. تبين المفصل إذا بدلنا المفصل بيمشي نفس اليوم على ووكر لمدة شهر، بعدين بيمشي عادي وحركة تقريبا 80% كاملة. تمام. الإساق هو نضطر لغينا سطح المفصلي وثبتناه مثل في نثبت يا طريقة صفيحة أو برغي، وبدي بشهر ونص تقريبا بده ما يحمل وزنه عليهم. شكرا كثير لك دكتور جهاد على المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم.